يعني الشعب هسه في احنا هسه بنعمل لنا في معادله أن الناس تتحرك شويه بصيغه من الصيغ. يعني انا هسه مثلا عملت المحاضره امبارح قد يجوا هذه يشوفوها 3-4-7 انفار عبد الحاج غدها في ويب سايت تشافوها 15-20 نفر. لكن لو مشيت اتجرعت وعملت العمل ده بالخرطوم انا بتكون الليله انا عبد الحي يوسف ومحمد الكريم بيقولوا في الاقوال ضدي وقاضي جاهز من الناس الاولاد اللي بيصوروا ورا قاضي هناك عشان يحكموا عليه بالرده. لكن كمان يا دايو الامانه يعني انا جاي يعني اقدر اقول لك حاجه، السودان بعد 20 سنه بتاعت الحكم الاسلامي حصل حاجه، يعني حصل انه السودان حتى الناس اللي كانت المدين لديهم بسيط وبتفتكر انه السلفيه دي جد الخروج للحياه والامان النفسي كده اثبتت التجربه، يعني انه هي المشروع الفكري اللي بيقدم ده ما عنده قدره على اجابه اي اسئله من اسئله الفشل ده بين دروس للانسان العادي. ذاته كونك بتبحث على سؤال على الاجابه دي دي انت في ناس ذاته ما فاكرين الاسلام ده ذاته المفروض يقف على سنه الاسلام ده ياخذ زي ما هو يلبس الحجاب والنقاب ويمشي ولله بكوكا وكذا في المسجد والله اولى بيك منك وقال كذا وخلك ويتزوج فوقك ثلاثه قال انت ثلاثه وزير الماليه قال انت ثلاثه نسوان. الكلام اللي تقول انه هو فشل في الاجابه ده كلام المثقفين وعدد قليل جدا منهم ذات زول منتظر الاسلام اجابه ما في. الاسلام ده دين الناس اللي قاموا عليه يلبسوا من الحجاب ويتزوجوا عليهم ويطلقوا ويدقوا كل شيء ده ما داير الاجابه. لكن يا انا اقول لك حاجه، يعني مثلا الشيوعيات مثلا كنموذج انا بوريك مثلا عشان اشتفي للمره الشيوعيات مثلا في فتره من الفترات وما بعيد يعني هسه ايام قول في العشر سنين الفاتوا كان في حوارات مثلا بنتكلم احنا بنتكلم عن شنو قضيه المراه من داخل الدين مثلا نحن كنا غايرين حياتنا بعض الالمانيات او الشيوعيات او الناس اليساريين لا تكون عندهم راي في الدين بصوره عامه بيفتكرونا يعني ما بنختلف كثير عن الكيزان والاخر السنه لانه نحن بندعو للموضوع ده ويفتكروا انه ده ما فيه حل ويفتكروا انه الدين ما عنده اي قدره يقدم اجابات على حقوق المراه ويفتكروا انه هم ما لازم يفتشوا من مواثيق حقوق الانسان عشان تبقى مرجعيه. بعد الحوارات بعد التجارب اللي عاشوها هم زادوا لانهم بيضربوا باسم الدين في الشارع بيتم اضطهاد وكذا هم هسه جو بدوا يفتشوا يعني بدوا يتبنوا رؤانا حول كذا. فده انا حكيت بتكلم عن الشارع السوداني اساسا سواء كان على مستوى النخب سواء كان على مستوى القواعد بدت في مشكله. القواعد دي شغالين فيها السلفيين نحن هسه انا بفتكر في السودان في المفترق بتاع طرق اساسي المفترق بتاع طرق بتاع ازمه بتاع الفكر وازمه بتاع الحياه وازمه بتاع الحياه كثيره جدا. الفراغ ده اذا ما تقدم مشروع بتاع استناره عنده قدره على قياده الناس عنده قدره على تقديم اجابات حقيقيه بتمل الفراغ ده بالسلفيه ده كلام صحيح ما في اي اختلاف طيب. لكن وريني انت السيناريو انا بقول لك انا مثلا ايش لك الوضع بالنسبه لي انا اكون في الخرطوم عندي ركن نغازي زي ما كنت اقول خلاص هذا الكلام غير ممكن باي حال من الاحوال. انا اؤكد لك لو انا عملت الليله ركن نغازي اول حاجه اخوان المسلمين هسه دي بيصيدوا مش الجمهوري اي صوت معارض هسه دي الهاكينج بتاع الويب سايت يعني اللي عندهم ميليش كامله باكسبيرت مستوردين من الخارج عشان تهاك التلفزيون الايميل والويب سايت وتتابع التلفونات ضايقين زرع بأي نوع من المعارضة. لما تكون المعارضة بتاعت الجمهورية يعني هي فريدة ليه؟ لأنها بتناقش من جوا الدين وعندها الجمهورية يعني مقدرة على إدارة الخطر ده غير مسموح ليهم بذكر الجمهورية كل ما مسموح تتكلم بعدين هذا الأسئلة أنت قاعدة تلاحظي في برنامج تلفزيوني في قناة في قناة النيل الأزرق اسمه ولد اسمه مين ولا بيجيب ناس سياسي كده اسمه الطاهر اسمه الطاهر هذا الطاهر ما يكاد يكون جاب شخص ما ساله عن الاستاذ صح؟ بيجيب ناس جعفر شيخ ادريس او يجيب منصور خالد او يجيب اي شخص يساله عن الاستاذ خلاص؟ فيه الناس زي جعفر شيخ ادريس بيتكلم كله كلام صارخ على الاستاذ ما بيعرف الولد ده اي جمهوري ما بيعرف عمر الجراي مثلا ما بيعرف خالد الحاج بيعرفهم ولو كان ما بيعرفهم وانت بتجيب ناس وبتسال عن كل واحد عن الاستاذ محمود وبتعرف الاستاذ محمود عنده تلاميذ حابب يمشي يسال مين اللي ممكن يتكلم عن الاستاذ محمود يعمل معاه مقابله لكنه بيعرف انه في كان رد
مش كده. طيب معلش بقى طيب دكتور من الحاله دي شوفوا جزاها الله خير. انا ما عارف انه مش شيء لحد الان. انا اتخليت منها في التهريام عنه صح؟ ها؟ يعني هو لو ما داير حاجه ايجابيه ما كان سالك خير. هو ما داير حاجه ايجابيه هو عارف انه الكلام عن الاستاذ محمود الناس دايراه. نيجاتيف بوزيتيف. محمد طه محمد احمد الله يرحمه كان دائما بيجيب حاجه عن بتبيع لي ريتو. موضوع الجمهورين ده جازي للناس اللي بيدوروه اللي ما بيدوروه. فقد يكون بس عشان يسخن عشان يكون عنده اودينس يجيب سؤال عن موضوع الاستاذ محمود. بس يا دكتور انا من كلام فانا شايف الموضوع شنو؟ انه ممنوع الجمهوريين انت لو داير انت في اذاعه في تلفزيون في جهه ما تجيب له سيره. يعني ما تخليهم صوتهم السنة في الاشياء. اوكي؟ طلحه جبريل مثلا، طلحه جبريل انت بتتذكره صحفي كان هنا وبيجي بحضر معنا الادوار زي كنا بنعمل تقريبا كل اسبوع كل اسبوعين ندوه زي كده بيحضر ويجيب ويتكلم وعندنا تسجيلات له يعني ويشيد بالفكر الجزائريه وقال اول مره يسمع تفاصيل زي دي هو ده فكر تقدمي وكده وكده. لما جاء مسافر من هنا جينا هنا في بضاعه الجبار ده ودعناه ودينا الكتب ورينا الويب سايت كل شيء مش الفكره واضحه جدا. مشى كتب عن تجربته هنا في واشنطن ذكر الصغيره والكبيره اصلا جاب سيره عنه تحيي لك لي ناس يسموا الجمهوريه كل قابلنا في برنامج بيقدمه الحره هو من كان الناس اللي واقفين شايفين نفسنا في الشاشات يعني ولا السلام عليكم ولا الاخوان اللي انا تركتهم في واشنطن كده نيفر كانه الناس اللي قدام المتعارف في مؤامره الصمت على اقوال المسلمين دي تيرمين جدا جدا انه نحن ما نعمل لو نحن عنيفين كان بنمشي زي ما قال شراب القوه بنشيل حقنا منهم بالقوه ولو نحن يعني مثلا مش قصه هم دين معانا هم عارفين بس نحن لانه بنهزمه ما قصه انهم هم حريصين على الاسلام لكن نحن انه في الاسلحه دي في الموضوع الديني اللي نحن بنرد عليهم من داخل الدين بصوره هم بيدوا مراكزهم عشان كده انت دايره وده بالتمثيل ده اذا كان بمعنى انه نحن نطلع ونقدم لو ممكن لو عندك انت كانت تجربتي الجايه مش لان احنا بمشي انا بغيم اروح وانت زي ما كنت في الخرطوم ويجي طاهر هنا يقول لهم الجمهوريين يجي عرضوا وجهه نظرهم ويسالوا عن الاستاذ محمود اكان ممكن لكن في ميزه يا داري معلش في ميزه يا داري يعني انا اوريك حاجه الجمهوريين كانت عندهم مساحات العسكريه اللي تقوى في فتره من تاريخ السودان اللي ديدت يعني لكن انا بفتكر انه الفكره الجمهوريه لما بدات في وقتها كانت متقدمه على وعي الناس يعني الرؤيه ذاتها كانت اكبر من قدره الناس على الاختلاف اللحظه الكريتيكال ذات ما كان الضائقه الوضع الظروف الحاجات دي كلها لسه ما كانت على المحكات اللي هي مستعده فعلا حتى تعطي التحليل. تتخيل اسهل توقيت في السودان انسب ما في الناس اللي بتليس ناس وانا اقول لك من حكم تجربتي يعني انا مثلا انا جاي انا مربيه الاسلاميه انا بابوي زول انا المسلميه يعني مصير كده وصاحبها كان زول بوليتيشن ولا قاعد كده لكن نحن في بيتنا في مكتبتنا كان في كتب الاستاذ محمود كلها لكن ابوي بيفتكر انه ما المفروض نقرا. وانا تربيت في بيت يعني حفظت ماسوره حسن البنا دي وانا عمري 8 سنوات. وتربيت بالطريقه دي محجبه ما بصافح يمكن صبري شافني ايام الجامعه. فانا جيت من المدرسه دي، مدرسه فيري كده وكانت عندي ازمه كبيره جدا اسمها قضيه المرأه. قضيه العماره البس جلوفزات وما كده وحاسه اني مأزومه، حاسه انه في حاجه بقرا الدين وبحس انه الدين ده بيكرهنا. يعني جد جواي بيكون عندي كويشن زي كده، لكن طبعا بقوم بسمي عيابات الناس السلفيين اللي بيسموا عليك على الحكمه عن الرؤيه عن ربنا فاهمنا كيف ولا عارفنا كيف وكده. لحد ما يعني مش بقيت بمشي بس السعيد وفي بيت السعيد ما كنت بسمع فكر جمهوري، اونستلي يعني كنت بسمع كوشن بلقى جو جميل، بلقى ناس كويسين بيهيفيرال يعني ناس منضبطين سلوكهم كويس وبتاع بحس سبب مختلف، لكن ما كان عندي انسرز لاسئلتي. صحيح. جيت بعد ذاك يا دالي بديت اول مره ابحث عن قضيه المراه في الدين، بقيت اشوف من المجددين ومن المفكرين بديت اقرا. استاذ عمر الله يرحمه عمر علي احمد اداني بتذكر كتابه الاستاذ كلها في المراه. دي كانت بالنسبه لي فيرست ستارت. وفعلا انا قعدت زي ثلاث شهور بس بقرا في كلام الاستاذ عن المراه وعن قضيه المراه وكذا. انا
انا فعلا عثرت على فكر عنده قدره على انه يحرر مني انا كامراه في الازمات الفكريه, وفي نفس الوقت يكون من داخل لي, لانه في ناس كتير ممكن يسخروا مني انت ده فجاه بتدين ليه يعني. لكن انا قاعده احس انه انا بكون ان بيس مع الدين مع كده في فكره القدره. ايوه صحيح. فانا بفتكر انه الفكر ده عنده قدره لانه قدم اجابات كويسه بالنسبه لناس زينا قاعدين على ازمات فكريه وكده, وعندهم قدره لانه هو يقدم مساهمات كبيره جدا جدا في اضاءه على علاقات الدين بالحياه بكده بكده. فانا عثرت عليه وساعدني كثير جدا في حياتي. وانا فيما يخص الفكره الجمهوريه في قضايا المراه بفتكر انه ما في فكره ثانيه قدمت حاجه واتكل الحاجه دي وقلتها في اي مكان انا كنت موجوده فيه, وقدمت على اساس انه فكره جمهوريه قدمت حل كافي لقضيه المراه, وقلتها في كم مؤسسه قبل حتى ما اعرف الاخوان الجمهوريين تكون عندهم علاقه فكريه ولا علاقه اخويه ولا في اي منبر. ليش بقول الكلام ده؟ وسبب الموضوع ده كثير من الناس كانوا قدموا لي في جمهوريه بقول ناحيه جمهوريه, وكنت بقول انه انا يعني الفكره دي اسهمت في تحريري كثير جدا جدا, انا واحد جمهوري لكن اسهمت في تحريري. فانا بفتكر انه في زي كتار الحل شنو؟ احنا ما في ايوه يعني هسه مثلا في مركز الاستاذ محمود شغال في المجتمع بتبقى شغاله بطريقه كويسه جدا, وبدا يستقطب مجموعات من الناس بدوا يجي يسمع الاخوان الجمهوريين الموجودين هناك زي بدر العفيف وعمر الجداي وساعاتهم الفكريه وحضور وكده, بدوا الناس فعلا تلسن انا بتكلم عنه, ما بتكلم عن الاجيال يا داني عشرتكم في الجامعات وبتعرف حاجه عن الفكره الجمهوريه, انا بتكلم عن اجيالنا نحن جينا لقينا الفكره الجمهوريه بعد اختيار الاستاذ محمود, واللي هي كانت بالنسبه لنا في قطيعه معرفيه كبيره جدا مع ما كان يزعل قالوا ده كسر وشارع رمو ونزل ستارت افتر. فعشان كده انا بفتكر انه حاليا الحراك البوزي زمان ده أقوى زمن اليوم. صحيح الناس لو وقفت تكلمت مثلا في الاركان ولو وقفت تكلمت ما حيخلونا احنا ذاتنا, يعني احنا ذاتنا انا بمشي بعمل محاضره في جامعه الخرطوم وبطلع من الجامعه ممكن يحترموني ممكن يشاتموني ممكن يضربوني ممكن اي حاجه, لكن الحقيقه انه انا بمشي جامعه الخرطوم المحل اخذ اللي بيجي من الطلاب ما بلاقي, وبمشي بسافر جامعه البحر الاحمر بحاضر بكون في اكثر من 1000 طالب موجود واقف على رجلين وست سبع ساعات عشان يسمع ونسمي. فانا بقول لك انه الشباب ريدي تو ليسن, نحن عندنا رفض في القانون لانه اثر الجماعات السلفيه في السودان كانشط ما يكون, وفي اكثر من 3000 جامع بتاع اثار سنه, وبقت كمان قاعدين يروجوا للفكر السلف المتطرف. صحيح. فانا بفتكر انه حقيقه وكان قاعد اقول حتى لاخوان الجمهوريين هناك بقول لهم شوفوا انا شخصيا ما عندي فكره متكامله عشان اقدمها قدر اللي عندي قاعد اقوله, لكن بفتكر انه نحن كناس بنتكلم عن الاستناره وبنتكلم عن تحرير الفكر وفاهمين السلفيه وفاهمين الاشكالات والازمات اللي دخلت المجتمع السوداني عندنا مسج وي هاف تو دو ات, والمسج دي اصلا حتكون اصعب ما يكون في الفتره دي لهذه فتره الكتير وكذا وكذا, لكن ما في حل غيره ما في يعني ما في حل غير انك تمشي تقدم الكلام ده في الجامعات وتقول في الشارع وتقدم وكذا, وهم لو اضطهدوك ولا عملوك بطريقه سيئه الحاجه دي بتخدك اكثر في الناس وبتخد فكرك اكثر في تحت المحكات. انت عارف هسه الكيزان بيجي عندهم سلوك مختلف, يعني الكيزان بيجوا حاسين انه اعتقلوك ولا مثلا عملوا عليك اثاره على فكرك ولا حاجه انك انت ولا رده ولا حسبه ولا حاجات زي دي, هم حيفتكروا الحاجه دي بتشهرك زياده فبيجوا بيعملوا حاجه اسوء, بيجوا بدبروا لك مكايد اخلاقيه عشان ينسفوك, يعني زي المضوي ده مثلا ساجنينه بانه هو اختلاس ولا قضيه بتاع شنو عشان يعني يمسكوك يسجنوك في قضيه ثانيه. صحيح اكزاكتلي ايوه عشان يفقدوك من الكريديت بتاعك. صحيح يوقف عربيتك ممكن يحط لك فيها مخدرات يعمل معاك حاجه كل شيء. ما انا عشان كده بقول لك اللحظه انت هم تحت بط عالم خلاص بيسمحوا ببعض التنفسات هنا وهناك التنفيذ للمعارضه للناس اللي عندهم افكار او كده او كده في حدود معينه عشان ترفع منهم الضغط العالي, لكن وانس انك تعبر الثريشولد ده وانس انك تتحدى اللي هم واضعين تتجاوزيه انت تبقى بعد ده حيوقفوك بحاجه انت تستصيح حتى تعمل باقي حياتك شفتي كيف؟ ولذلك يكون هسه بيسمحوا لك انت هسه تمشي معاضره في البحر الاحمر الناس بيحسموا عليك اي شيء, لكن لعدي الان هم بيعرفوا انه انت من هنا ما قلت لهم امشي اضبط الوضع على الوضع ولا قلت لهم كذا ولا ما مشيتي معاهم في التفاصيل الدينيه اللي عشان لما تمشي من المحاضره دي يقول من هنا ما تجيش لبين
لكن الجمهوري جمهوري بيمشي بيقول احنا كده 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 الجماعه دي كده كده خلاص من الدين احنا لازم نكون تعمل كده. الجمهوري ما بقدر يقول لك بس يا ابدالي يعني وهتبقى يا القصه دي لانه القصه اللي انت قلتيها دي تماما انت الغرار انه يوقفوك من الكلام كيف دي بعدهم عندهم العقليه الشيطانيه التي لا تنقبل عشان كده في جريمه قانون عادل بعدين الانترناشونال كوميونيتي ده كله عنده خطر في المساله دي كل غرار يقول لك اعتذرت بدون هنا يجب ان تقدم للمحاكمه خلاص المحاكمه دي النائب العام اخو مسلم والقاضي اخو مسلم والاخو والبوليس اخو مسلم فقصار الانترناشونال كوميونيتي ولا الداخلي يقولوا صبري الشريف في السجن دكتور نايف في السجن قدموا لنا محاكمة وين؟ يقول للزوج قدموه محاكمة لو كان مثل القضاء الإنجليزي والقضاء الأمريكي لكن إذا كان القاضي والنائب العام والبوليس والسياسي كلهم في بريش صلاة واحد في مجال المحبوس يبقى بعد أنت هتجي بس تاني والله في سيارة وجدت مخدرات بس يا دكتور خلاص أنا كيف؟ ماشيين طالبوا الناس في الأمريكا والله وين وين دكتور نايف يقدموا عليهم محاكمة محاكمة جيد بوليس حاكمة وجناي احنا استلمنا وقفنا في كده 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 وجدنا خدرات هتعملي كيف؟ في التفتيش في الجاسي جي رايحة في الشرطة في الناس الجمال يقول وجدنا كده فهون الغرار الطالع حسن وكيلك في حقك قال لي كده ما تتكلم